هنا في القسم الخاص الذي وضع لعلاج مرضى الكوليرا في أبين يبدو الوضع مخيفا جدا من خلال تزايد عدد حالات الإصابة التي استقبلها القسم خلال يومين فقط. المكان الذي يفتقر للكثير من التجهيزات الضرورية كأسرة الرقود والمستلزمات الطبية الأخرى جعل المرضى يفترشون الأرض وهم في انتظار العناية الصحية المعدومة أصلا. يؤكد الأطباء هنا في مستشفى الرازي أن الحالات المتزايدة التي تصل إلى المستشفى زادت من تعقيدات العمل على تخفيف آلامهم التي تتضاعف بسبب الوباء نتيجة عدم توفر الأدوية، بالإضافة إلى انعدام الخبرة الكافية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من المصابين. طبعا هذا المركز هو المركز الوحيد الآن بعد ما توقفت كل المراكز في المديريات، بقي هذا المركز هو المركز الوحيد. وطبعا نواجه صعوبات فعلا كبيرة. الطاقم حقيقة يعمل بشكل دؤوب جدا جدا، يعني 24 ساعة لا يتوقف، لكن تنقصنا بعض الأمكانيات بعض الأشياء. التقارير الأولية لفريق الإحصاء في قسم الإسهالات أكدت أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم خلال اليومين الماضيين وصل إلى 300 حالة تقريبا، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 10 حالات كان آخرها طفلتين. كارثة صحية يسببها الانتشار المفاجئ لوباء الكوليرا في مديريتي خنفر وزنجبار. فالتقارير الطبية تؤكد أن أعداد المصابين بالوباء قد تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة، وربما تكون هناك حالات وفاة لعدد كبير من المرضى، وهو ما استدعى الحكومة إعلان حالة الطوارئ في 5 محافظات هي أبين وعدن وشبوة والضالع ولحج كمحافظات منكوبة بوباء الكوليرا والتي تتطلب رفع الجاهزية للعمل على مواجهة انتشار المرض.